مرحبا، معكم إبراهيم زكاق مرة أخرى من fulfillight.com. هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة لأصحاب المواقع والمدونات. فصراحة أنا مشغول قليلا هذه الأيام، لكن تلقيت رسالة من جوجل، وبما أنه أمر مهم فأنا أود يعني من الضروري جدا أن أشارك معكم هذا الموضوع. ف هذه الرسالة التي تلقيتها من جوجل بخصوص ال HTTP، وقد قمت بشرح هذا الموضوع سابقا. على أي جوجل قالت أنه ابتداء من تموز يوليو 2018 سيبدأ الإصدار 68 من جوجل كروم بعرض التحذيرات غير آمن لجميع صفحات HTTP التي يفتحها. فهذا أمر مزعج جدا. فلو ذهبنا مثلا لfulfillight.com، لو ذهبنا ل fulfillight.com ستشاهدون ان هناك علامة تعجب هنا، فلو قمنا بالنقر عليها وكما تشاهدون your connection to this site is not secure، فيقول أن الاتصال بهذا الموقع غير آمن. You should not enter any sensitive information on this site. For example، لا يجب إدخال أي كلمة مرور أو بطاقة بنكية على غير ذلك. علينا الآن فقط يعني تظهر علامة التعجب هذه، لكن مع الإصدار 68 سيتم البدء بإظهار نافذة هنا، يعني سيتم إغلاق الموقع وإظهار نافذة تقول أن هذا الموقع غير آمن، وبالتالي فهذا الأمر سيؤدي إلى يعني فقدان الزوار، لأن أي زائر يدخل لموقعك أو مدونك ثم يجد هذه الرسالة بطبيعة الحال فسيفكر يعني في التوقف عن زيارة الموقع، لأنه سيخاف، لأنه سيعتقد أن هناك فيروس أو سرقة معلومات أو كلمة مرور إلى غير ذلك. علينا هذه المدونة التي أشتغل عليها وهي fulfillight.com هي مدونة مستضافة على خوادم جوجل، وبالتالي ليس هناك أي خطر على الإطلاق. يعني أتحدث عن تصفح فقط، لأن الصور والسكريبتات إلى غير ذلك فلا يوجد أي خطر، لكن المشكل كما قلت أنه يجب التحول من HTTP لل HTTPS لإيقاف هذا الأمر. علي أن تحولت لل HTTPS، فكنت مضطر للقيام بهذه العملية. كنت مضطر للقيام بهذه العملية لتفادي مثل هذه الرسائل المزعجة ولتفادي فقدان الزيارات. الأمر الثاني المهم والذي قمت بشرحه في موضوع سابق هو أن HTTPS مهم بالنسبة لزيارة البحث. لماذا؟ لأن جوجل يعطي أولوية للمواقع والمدونات التي تكون بصيغة HTTPS. على أي كما تشاهدون الآن مدونة فرصة أصبحت ب HTTPS وكتب هنا Secure، أي أنه لا خوف على معلوماتك الشخصية، يعني لا خوف على معلوماتك الشخصية، هنا يمكنك تصفح الموقع بدون مشاكل. الآن التحول من HTTP إلى HTTPS هو عملية معقدة نوعا ما، وسنحاول أن نرى كيف يمكنكم القيام بذلك. وأنا هنا الآن بطبيعة الحال أتحدث عن مدونة بلوجر. فإذا كان لديك اسم نطاق خاص ستذهب للإعدادات ثم أساسي، ثم لديك هنا HTTPS توفر HTTPS، يجب أن تختار نعم هنا. لديك نعم يجب أن تقوم باختياره هنا، وستنتظر بعض الوقت ليتم يعني تحويل محتوى المدونة من HTTP إلى HTTPS. الخيار الثاني هنا هو إعادة التوجيه عبر HTTPS. أنا اخترت له هنا، لا أريد أن أتسرع. ما هو إعادة التوجيه؟ مثلا إذا جاء زائر من جوجل أو دخل للمدونة عبر HTTP فسيتم تحويله مباشرة لل HTTPS، يعني يتم فتح صفحة HTTP ثم يتم إغلاقها وفتح فتحة نفس الصفحة على ال HTTPS. لكن شخصيا أنا الكثير يعني تقريبا 90% من الزيارات تأتيني من جوجل، لا أريد أن أتسرع في هذا الخيار حتى يعني تبدأ ال HTTPS
الظهور على جوجل وسأقوم ب يعني اختيار نعم هنا. الآن بعد القيام ب يعني توفر HTTPS هنا في إعدادات خاصة بمدونتك الأساسي هنا، هناك بعض المشاكل التي يجب حلها وهي الميكسد كونتنت، يعني المحتوى المختلط. لماذا المحتوى المختلط؟ بالنسبة لمدونتك يمكن أن تكون هناك سكريبتات مثل صور أو يعني أكواد تعمل بال HTTP، فهذا يسبب مشكل. فستذهب بطبيعة الحال للمظهر هنا، مظهر ثم تحرير HTML، وداخل الكود أنا قمت بطبيعة الحال بالتغييرات، لذلك رأينا أن مدونة فوفلاي أصبحت آمنة، قمت بالتغييرات اللازمة هنا. عند الدخول لكود قالب المدونة يجب أن تبحث عن أي رابط بال HTTP وتقوم بتغييره بال HTTPS، وسنرى كيف ذلك. فسأنتظر الآن أن يتم فتح يعني ال هذا هو الكود الخاص بالقالب. كما قلت أي سكريبت أي صورة بال HTTP يجب أن تقوم بتعويضها بال HTTPS. فالطريقة التي تقوم بها بذلك هي بنسخ، سأريكم كيف. مثلا هنا سأقوم بتحديد Ctrl A من لوحة المفاتيح، Ctrl C، ثم سأقوم باستعمال أداة تعديل النصوص، أستعمل هنا Notepad++، هذا البرنامج المجاني، فيمكنكم استعمال أي برنامج على أي. ثم سأقوم بإضافة الكود هنا. فالآن لو قمنا بالبحث سأنقر هنا في أي مكان ثم Ctrl F من لوحة المفاتيح وسأبحث على ال HTTP، فكما تشاهدون can't find the text HTTP. لماذا؟ لأنني قمت مسبقا بتغيير جميع الروابط التي كانت تحتوي على HTTP ب HTTPS. الطريقة التي يمكنك القيام بها هي تنقر هنا على Replace، okay Replace، ثم find what HTTP و replace with، يعني تريد تعويضه بال HTTPS، ثم تنقر على replace all. طبعا هنا zero occurrences were replaced. لماذا zero؟ لأنني قمت بتعديلها، لم يقم تعويض لأنه لم يجد ما يقوم بتعويضه. بطبيعة الحال يجب أن تتأكد من أمر مهم، هو مثلا سأعطيكم مثال، هذا الرابط هنا مثلا، فقط هذا رابط وليس كود، أو دعونا نختار كود مثلا Ctrl F جافا كويري، مثلا جافا كويري، دعونا نبحث عن رابط فيه ال H، أو لنبحث عن HTTPS، هيت ماب، مثلا هذا الرابط هنا. قبل أن تقوم بتغييره يجب أن تتأكد إذا كان موجود بال HTTPS. مثلا هذا الرابط لنفترض أنه كان لدي بال HTTP هكذا، مثلا في القالب لدي رابط لكود أو صورة بال HTTP بهذا الشكل، يجب أن أقوم بنسخها على المتصفح ثم أضيف S لأتأكد إن كان موجود، مثلا HTTPS، لأتأكد إن كان الرابط يعمل. طبعا تم إظهار هذا الكود هنا، يعني أن هذا الرابط موجود، تبدأ إظهار secure هنا أي أن هذا الرابط موجود. سأريكم مثال آخر بالنسبة للصور على بلوجر لاحقا. فكما قلت يجب أن تتأكد أن الروابط التي تريد تعويضها أو تحولها من HTTP إلى HTTPS تعمل فعلا بال HTTPS. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون لديك script أو كود تعتمد عليه المدونة، إذا قمت بتعويضه بال HTTP إلى HTTPS وهو غير موجود بال HTTPS فهذا الكود سيتوقف عن العمل، وهذا سيسبب مشاكل في مدونتك. لذلك يجب أن تتأكد من جميع الروابط قبل تغييرها من HTTP إلى HTTPS. هذا بالنسبة للقالب. طبعا لديك المقالات، مثلا هذا الموضوع هنا. شخصيا أنا وجدت مشكل في المواضيع القديمة، تقريبا المواضيع التي نشرتها قبل 2015، خاصة بالنسبة للصور. الصور كانت كاملة تقريبا بال HTTP، يعني مصدر الصورة كان بال HTTP، وكان علي أن أعود لجميع تلك المقالات وتعويضها. فلتأكد أنه لا يوجد أي مشكل في مدونتك يكفي أن تقوم ب
سنفتح full fly بال HTTPS. فلدي هنا الرابط بال HTTPS. سأدخل لهذا الموقع الذي يمكنكم إيجاده في رابط في وصف الفيديو. Tweet to gain access. No thanks. سأدخل موقع مدونة فور فلاي هنا، ثم سأقرا على check for SSL errors، يعني البحث عن أخطاء. فدعونا ننتظر. كما تشاهدون هنا تم كتابة no issues found، لأنني قمت بتصحيح جميع الأخطاء. فكما قلت إذا كان هناك خطأ فسيتم إظهار الرابط هنا مع علامة الاستفهام بالأحمر هنا. يكفي أن تنقر على علامة الاستفهام بالأحمر، ستنقر عليها ثم سيظهر يعني الكود الذي يوجد فيه المشكل. وسأعطيكم مثال. فسندخل لبلوجر، سنذهب للمشاركات، سأحاول الذهاب للصفحة الأخيرة مثلا. أنا قمت ب يعني حذف مجموعة من الكثير من المشاركات، مثلا لنفتح هذه المشاركة هنا. هذه المشاركة. لا أعتقد يوجد فيها شيء. فسأحاول أن أفتح لكم يعني مشاركة قديمة لأظهر لكم مثال للمشاكل. مثلا هنا مثلا هذه المشاركة. هذه المشاركة تم في 2016. دعونا نرى إن كان هناك مشكل في الصور. فهنا في الكود الخاص بالمشاركة سنبحث عن صورة HTTPS. نبحث عن HTTP. هناك ما تشاهدون، فلدي كود HTTP هنا، لكن ما أريده هو رابط لصورة غير موجود. على أي في المشاركات القديمة كان هناك مشكل، وسأقول لكم سأريكم مثال. HTTPS مثلا روابط الصور على بلوجر، مثلا هذه الصورة. في المشاركات القديمة فالصور كانت بهذا الشكل. سأعطيكم أوريكم كيف. هنا بال HTTP وهو يعني بروتوكول اتصال غير آمن، هنا كانت الصور يعني بال HTTP. كما تشاهدون هذه الصورة كانت بال HTTP وليس بال HTTPS. فماذا فعلت؟ في بعض المشاركات قمت بكل بساطة بتغيير هنا من ال HTTP لل HTTPS. على أي هذه الأداة هنا، هذه الأداة ستظهر لك يعني المواضيع أو الصفحات التي يوجد فيها مشكل. كما قلت مثلا في هذه الصفحة إذا كان فيها مشكل سيتم وضع علامة استفهام بالأحمر هنا، ستنقر عليها وسيظهر لك المشكل أين يوجد، هل هو في كود، هل هو في رابط صورة إلى غير ذلك. يجب أن تذهب للمشاركة وتقوم بتصحيح المشكل. الآن بعد أن تقوم بالتحول بالتعديلات على الأكواد وتقوم بتصحيح يعني الروابط أو الأكواد في الصفحات، هناك خطوة أخرى يجب أن تقوم بها، وهي إضافة الرابط الجديد على Search Console أو أدوات مشرف المواقع. لماذا؟ لأن HTTPS مثلا هنا HTTP fullfly.com وال HTTPS fullfly.com هما موقعين مختلفين تماما. عندما تقوم بتفعيل HTTPS سيبدأ جوجل بأرشفة ال HTTPS كأنه موقع جديد كليا، وبالتالي يجب أن تضيفه لي أدوات مشرف المواقع. وسأريكم كيفية القيام بهذه الخطوة كذلك. فسأغلق هنا هذه المشاركة. سنذهب
تجربة باستعمال موقع آخر، فما أريد أقوله لكم هنا مثلا، لو دخلنا لأدوات مشتري في المواقع سنجد هنا أنه لدينا http://fullfly.com ثم https://fullfly.com. موقع تمت إضافته هو، هو الذي تمت إضافته يعني سابقا، وهذا الموقع تمت إضافته هو جديد، هذا هو الموقع الجديد الذي سيقوم سيقوم موقع جوجل بالزحف إليه وأرشفته من جديد. فلإضافة موقع لأدوات مشتري في المواقع يكفي أن تدخل ل google.com/webmastertools أو تبحث في جوجل عن أدوات مشتري في المواقع. هذه الأمور كلها قمت بشرحها في دروس سابقة، يكفي مراجعة فول فلايت ثم دروس سيو، ستجدون كل هذه الأمور. فما نريد القيام به هو أن نضيف موقع جديد. دعونا نفتحه هنا، سنضيف هنا، سأقوم بإضافة خاصية ثم سأقرأ على، سأضيف الموقع هنا كما تشاهدون بطبعها بالـ HTTPS ثم إضافة، جيد. الآن المصابها موفر اسم المنطقة، سجل داخل موفر المنطقة. التحقق هنا إن كنت صاحب الموقع، فسأنقر هنا على طرق بديلة ثم سأختار إدارة العلامة من جوجل أو على مصفى الصفحة الرئيسية الموقع. أوكي، هذه العلامة، علامة HTML. سأقوم بنسخ هذا الرابط هنا ثم سأذهب للقالب وسأضيفه في المظهر ثم تحرير HTML. ستقوم بإضافته داخل وسم هيد، طبعا يعني فوق وسم هيد، داخل هيد هنا سنقوم بحفظ بإضافته هنا الكود. هذه هي الشفرة التي سيستعملها جوجل للتأكد أنك صاحب الموقع، ثم حفظ المظهر. الآن دعونا ننقر على تحقق. طبعا جوجل يستعمل هذه الخاصية، لماذا؟ لأنه يجب أن تكون صاحب الموقع. كما تشاهدون تهانينا، لقد أثبتت ملكيتك لبلوجرنر.com. سنقر على متابعة ثم سأذهب ل طبعا يجب أن أرسل ملف sitemap، لماذا؟ لمساعدة جوجل على تصنيف الموقع. سنقر على الزحف ثم سأختار هنا ملف sitemap. كما قلت هذه الدروس كلها قمت بشرحها سابقا، فهذه الخطوات فقط تتعلق بالتحول من HTTP لHTTPS، وهي نفس الخطوات. طبعا سأحتاج لكود أقوم بإضافته، هذا الكود هنا. فهذا الدرس قمت بشرحه سابقا، كما قلت يمكنكم إيجاد جميع هذه الدروس على forfully.com. ثم سنذهب ل لا عفوا ليس هذا المكان، سنعود ل اوكي. اذا سانقر هنا على الزحف ثم ملفات سيت ماب. إضافة اختبار ملف السيت ماب، ثم سأضيف هذا الكود هنا ثم إرسال، تحديد الصفحة. الآن تم إرسال ملف السيت ماب. ملف السيت ماب هو الذي سيساعدنا في جعل جوجل تقوم بتسريع أرشفة الموقع الخاص بنا. فهنا كما تشاهدون وهنا تم إرسال ملف sitemap، تنسيق أتوم، 23 يو، الويب تم إرسال واحد في الانتظار المفهرسة، يعني أن جوجل لم تقم بفهرسة بعد. فجوجل سيأتي باستعمال هذا الملف sitemap الذي يحتوي على جميع روابط المشاركات، وسيقوم بالزحف على المدونة أو الموقع ليقوم بتصنيفها. فهذه هي طريقة التحول من HTTP إلى HTTPS
تأكدوا فقط من القيام بهذه الأمور قبل نهاية هذا الشهر. لماذا؟ لأنه ابتداء من شهر يوليو سيبدأ إظهار التحذيرات على متصفح جوجل كروم وربما على متصفحات أخرى، وهذا المشكل سيسبب مشاكل بالنسبة للزوار. وهناك بطبيعة الحال بعض الزوار الذين يتوقفون عن زيارة مدونتك أو موقعك بكل بساطة، لأنهم سيعتقدون أنه سيتم سرقة كلمة مرور خاصة بهم أو أي شيء. أتمنى أن يكون هذا الدرس واضح. كما قلت، هذه الأمور قمت بشرحها في دروس سابقة، يمكنكم أجدها على fruitfly.com. أنا فقط أردت مشاركة معكم هذا الدرس مرة أخرى. لماذا؟ لأنه جوجل أرسلت إلي رسالة تحذير وقمت بالتعديلات، وأردت أن أشارك معكم لأنه أمر مهم جدا. فأتمنى أن يكون هذا الدرس واضح، وأراكم في درس آخر.